السلام عليكم حلقة جديدة من كتاب حكمة الغرب للفيلسوف برتراند راسل الجزء الأول الفصل الأول قبل سقراط الحقيقة هاي الحلقة اللي دا أتكلم بها اليوم اللي دا سجلها اليوم هي سجلتها يوم أمس لكن حدث خلل فني إنه التسجيل ما يتحمل اكثر من 30 دقيقه فاضطريت راح اقسمها الى قسمين حاولت بلا فائده انه يعني اكملها 30 دقيقه او اكثر بلا فائده ملاحظه كتبت كتاب حكمه الغرب اللي تكلمت عنه الجزء الثاني وانهيته يعني كان تقريبا 90% لبرتراند راسل و10% من مصادر اخرى مباهج الفلسفة حكمة الغرب الفلسفة وأشكالاتها وغيرها لكن هذا الجزء الأول اللي أتحدث به اللي بديت به هاي الحلقة 15 أو 16 من حكمة الغرب الجزء الأول تقريبا 50% برتراند راسل 50% من مصادر أخرى لكن هذا أبد ما يخل بالموضوع بحيث اللي يتابع الحلقة اللي يتحدث بها عن الفصل الاول قبل سقراط وبنفس اللحظه يروح للفصل يقرا بالكتاب مثلا لن يجد 50% من الكلام اللي اتكلمه موجود بحكمة ابدا لكن مع ذلك هو نفس السياق نفس الفيلسوف نفس الاهداف نفس الافكار لكن برتراند الله يسلم النبات يهتم بشغلات يعني المتلقي من من عندها المنطق والرياضيات يحب يعني يدخل انا لا اشوفها انه الفلسفة عندما تعملها حلقة تختلف عن الكتاب فيجب المترقي أنه ما يمل ما يشعر بالملل المهم نواصل مع السفسطائيين الحقيقة عرفنا أنه أفلاطون كان شديد البأس على السفسطائيين فكل النقد اللي وجهه أفلاطون وأنصاره إلى السفسطائيين التصق بهم وأصبح سبه مجرد أن تذهب إلى أي قاموس حتى تعرف كلمة صفصطائية ستعرف أنها عبارة عن سبة السؤال هو هل كان ذلك مستحق؟ هل كان ذلك حقيقي؟ لماذا وجهت إليهم هذه السبة؟ وهذه التهمة؟ لماذا أصبحت الصفصطائية تهمة؟ الحقيقة أول شيء نقول أنه ليس صحيح أن منتقدي الصفصطائية رأوا أنه الجدال والقناع لا يجب تنميتهما كمهارات أو تدريسهما على الإطلاق بالعكس أرسطو نفسه اقوى المقالات كتبها بالبلاغه ذكر بها انه تعلمها من استاذ السفسطائي جورجياس فقال اوصى جورجياس بمواجهه جد الخصم بالهزل وهزل الخصم بالجد وهو ما اصاب به ايضا لم يكن افلاطون ولا حتى ارسطو يعتقدان انه من المنافي للاخلاق تعليم التلاميذ رؤيه كلا الجانبين من الجدال وهذه تهمه الصقت مشسسطايين وكانها قمه الوضاعه. قال ارسطو ذات مره يجب ان نكون قادرين على استخدام كل وسائل الاقناع في كلا الاتجاهين. ليس لكي نتمكن من الاقناع بشكل عملي في كلا الطرفين فلا يجب ان نقنع الناس بما هو باطل ولكن لكي نرى الحقائق بوضوح حتى نتمكن من دحض حجج من يجادلون بالبطل هذا الكلام أرسطو. ايضا لم يكن صحيحا ان افلاطون وارسطو قالا ان كبار السفسطائيين كانوا بلا مبدا لم تكن لهم اي قيمه او شان او اخلاق ابدا كان معظمهم يعامل باحترام يصل الى حد الاشاده به عندما ياتي ذكره لكن الحقيقه المثيره هي انه هناك ناس فاسدين نص سطعين الناس الفاسدين موجودين في كل مله في كل مذهب فلسفي ديني اخلاقي في كل مكان فهؤلاء الفاسدين دائما ما بدوا كمحتالين مندسين بلا اسم الا انهم مع ذلك للاسف افلاطون لم يتعرض لهم بالاسم يعني لم يشخص هؤلاء الفاسدين من الا نادرا، لماذا؟ لان دوافع افلاطون للنقد والهجوم كانت عميقه جدا بحيث يصعب التعبير عنها بكل وضوح او حتى مثل مواجهه اي من كبار السفسطائيين بها بكل صراحه. ايضا هناك عوامل اخرى كانت تقف وراء هذا النقد العنيف الذي شنه افلاطون على السفسطائيين من ضمنها العجرفه. افلاطون كان متعجرف. ربما كان افلاطون احد النبلاء. كان على العكس من تابعه بريكليس النبيل ايضا لكنه لم يكن متعجرف افلاطون كان متشكك في في فضائل الديمقراطيه فقد عارض مبادئ السفسطائيه التي كانوا يقولون بها التي كانت تنادي بالمساواه والتي كانت تقول أن كل انسان يمكن ان يتعلم الحكمه، كل انسان ممكن ان يتحلى بالفضيله وان يتم اعداده لكي يلعب دور معين في الحكومه فقط بشرط واحد اذا كان لديه مال بحيث بهذا المال يستاجر معلم سف... معلم سطائي فقط ذكر احد رفاق سقراط انه سقراط شبه السفسطائيين بالعهرات لماذا؟ لانهم ياخذون اموال مقابل بيع خدماتهم لمن يدفع لكن هناك سبب هو الحقيقي وراح نتطرق له بحلقه اليوم باكملها هناك دافع شخصي اشد الم ووقع على افلاطون هو سبب كل هذا الحرب الشعواء اللي شنها هو وتلميذ ارسطو على السفسطائيين. سببها محاكمه الفيلسوف سقراط سنه 399 قبل الميلاد واعدامه. وهي المأساة التي يحمل افلاطون المسؤوليه غير المباشره عنها للسفسطائيين، يحمل السفسطائيين مسؤوليه غير مباشره عن اعدام سقراط، كيف؟ كان افلاطون يرى أنه الجرائم التي ألصقت أو اتهم بها سقراط وعلى أثرها أعدم خاصة الادعاء بأنه التهمة وجهت إليه أنه أفسد عقول الشباب لماذا؟ لأنه جعل الحج الأضعف تغلب الحجة الأقوى وكان يعلم الآخرين من من يتبعوه كل هذه المبادئ اللا أخلاقية هاي بأكملها كان افلاطون يعتقد ناتجة عن سمعة السفسطائيين والتي ألصقت بسقراط يعني سقراط كان محسوب على السفسطائيين لذلك كان كبير المتهمين لنقل المدعي العام المدعي العام اللي كان يوجه تهمة إلى سقراط في المحكمة اللي نعدم بها آنيتوس هذا آنيتوس زعم افلاطون في احدى المحاورات انه كان يكن الكراهيه والبغضاء للسفسطائيين رغم انه لم ين... لم يكن يعرف بالتحديد من هم السفسطائيين. في إحدى المحاورات التي كتبت في الأوقات السعيدة قبل المحاكمة يرى أفلاطون أن هناك حوار دار بين سقراط وبين أنيتوس حوار ودي بين المدعي العام وبين سقراط كان أنيتوس قد وجه نقد عنيف للسفسطائيين لكنه لم يسميهم كان هذا نص الحوار الذي ذكر أفلاطون يبدأ سقراط يقول هل تسبب أي من السفسطائيين لك في أي أذى والا فما سبب نقدك لهم؟ يجاوب انيتوس يقول له يا الهي لا لم احتك في حياتي باي احد منهم كما لم اسمع ان احدا من اهلي قد احتك بهم. سقراط يقول له اذا ليس لك اي تجربه على الاطلاق مع اي منهم. انيتوس يقول له ولا اريد ذلك ابدا. تخيل مدعي عام في المحكمه اللي حاكم بها سقراط لم يكن له معرفه يفرق بين سقراط من السستطايين، طيب ما هو حال الرجل العادي في اثينا هذا الرجل اللي يخرج صباحا ويرجع مساء للبيت كل همه انه يجلب لاهله رغيف الخبز، هذا الرجل لم يكن الاثيني يملك من الوقت الكافي حتى يفرق جيدا بين اساليب العظيم سقراط واساليب غيره من المفكرين، بل كان كل الناس في وقته يسمعون انه سقراط كان داهي هذا داهي يجلس في الطرقات طوال اليوم من اجل ان يعلم الشباب اللي يتبعوه يعني الحكم والفلسفة وغيرها من ثم كان سقراط يبدو سفسطائيا وحسب في نظر أهل أثينا في نظر الرجل العادي أيضا كما رأى أفلاطون فإن الاتهام الذي كان يتعين على سكان أثينا أن يوجهوه إلى السفسطائيين الفاسدين قد أضر بسقراط كثيرا يعني مثل ما نقول بالعراقي سقراط تلطخ دم المشاتيل الروح القاتل اللي يتحدث عنه بالحلقه السابقه او قبل السابقه عن طريق الخطا الشخص اللي يموت بطريق الخطا بين بريكليس حاكم اثينا بروتوكارس الفيلسوف السفسطائي وبقوا يوم كامل يتحدثون عن تحديد هذا المتهم سقراط قتل بطريق الخطا سهم يصيب السفسطائيين اصاب قلب سقراط لذلك لا ريب ان كثير من سكان اثينا قد خلطوا بين جميع انواع المفكرين ولذلك كان يوري بيديس هذا كاتب مسرحي يعتبر احيانا سفسطائيا مع العلم هو ليس بسفسطائي لان مسرحياته كانت حديثه الطابع بشكل جدا كبير بشكل مزعج نقول قدم احيانا العبيد كنبلاء والابطال قدمهم بطريقه ادنى من ان يوصفوا بالفضيله. لذلك انتشرت في وقتها شائعه انه سقراط ساعد يوري بيتس هذا الكاتب المسرحي في كتابه هذه المسرحيه ربما بسبب غرابه طباع هؤلاء الرجلين مع العلم كلاهما ليس سفسطائي لذلك ظهر سقراط نفسه في احدى المسرحيات كانوا كثير من المسرحيين يعني يتخذون من شخصيه سقراط ماده للكتابه المسرحيه من ضمنهم الكاتب المسرحي ارسطوفان عنده مسرحيه اسمها الغيوم هاي مسرحيه الغيوم ظهرت اول مره في اثينا سنه 423 قبل اعدامه ب 24 سنه ظهر بها سقراط كسفسطائي احمق فاسق فاسد الاخلاق تخيل ما هو الانطباع الذي سيكون عند المشاهدين ظهر ايضا في عده مسرحيات هزليه ضاعت لم يك يعني يبقى لها اي وجود لكن هي بنفس البذاء اللي تتوجه السقراط يرد في احد اجزاء الباقيه احد الابطال يقول انني ابغض سقراط ذلك الفقير الثرثار المهذار ايضا في روايه افلاطون لمحاكمه سقراط بعد عده اعوام يشير سقراط بحزن الى الفكره الخاطئه اللي كونوها الناس عنه الشائعه لدى الناس عنه فيقول لقد رايتم سقراط بانفسكم في مسرحيه ارسطوفان وهو يمشي وكانه في دوار مدعيا انه يمشي على الهواء ويتفوه بكثير من الهراء. يقول ايضا ساحاول في الوقت المتبقي او في الوقت القليل المتبقي المتبقي لدي ان اخلص اذهانكم من كل تلك الانطباعات الخاطئه التي تكونت عني على مدار الاعوام العديده. اذا سقراط لم يكن احد يميز بينه وبين السفسطائيين، احنا بدنا نذكر الاسباب اللي جعلت افلاطون يشن عليهم حمله شعواء، لذلك لم يشغل ارسطوفان في هذه المسرحيه مسرحيه الغيوم لم يشغل حتى نفسه بان يبحث عن الفروق الدقيقه بين العلماء الاوائل بين عبقريه مثل سقراط ومن الصدائيين بين سقراط العظيم وبين المخادعين ذوي الاخلاق الفاسده، لماذا لم يفعل هذا الشيء ارسطوفان؟ لانه لو فعل هذا الشيء المسرحيه لن تكون مضحكه. اذا سوف يفسد كل الدعابات التي كانت مضحكه في عيون اهل اثينا، هو يريد يجعل هذه الشخصيه المحترمه مضحوكه، طيب اذا يعني وضع سقراط بحجمه من سيضحك عليه؟ لا يعني هذا الامر المؤسف ذهب به لذلك كان من يطرح تساؤلات علميه في وقتها تساؤلات تختلف عن ما موجود في اثينا يطرح تساؤلات اي انسان اثيني بخصوص الطبيعه من اين اتينا؟ الى اين نذهب؟ ما هو الدين الحقيقي؟ هذا انسان يعتبر مختل او حتى لا يحترم تعاليم الدين الموروثه وبهذا هذا الانسان يخل بالقيم الموروثه التقليديه سقراط كان من هذا النوع لذلك اعتبر من يتساءل عن الاخلاقيات التقليديه ايضا مخل بتعاليم الدين الموروثه سوف يتم اتهامه بانه مجنون او يتحدث بهراء حول صواعق وبرق وذرات سقراط كان من هذا النوع الذي لا يساير القطيع سقراط كان ام بحد ذاته لذلك كان هذا حال المفكرين جميعا وليس فقط سقراط اللي يعني لا يسايرون المجتمع مؤكد سوف يدفعون تبعات جدا غاليه في مسرحيه الغيوم الارسطوفان سقراط يملك مصنع مصنع يصنع به منطق يسموه حتى مصنع المنطق وحتى تكون مسرحيه مضحكه يقوم احد الفلاحين الفقراء بحرق هذا المصنع الذي لا يجذب اي فائده، فلاح مثقل بالديون ماذا يفعل في مصنع المنطق؟ فيقوم باحراقه. لذلك في الحياه الواقعيه بعد 24 عام من هذه المسرحيه ادين سقراط وحكم عليه بتجرع السم من قبل اناس من المحتمل انهم كانوا من ضمن جمهور مسرحيه الغيوم. حتى لو لم يكن هؤلاء بالسوء نفسه السفسطائيين اللي يتسمون به اللي موجودين خلاهم ارستوفان بمصنع المنطق اللي ابتدع ارسطوفان من المحتم انه كانت هناك بعض الشخصيات السيئه بين السفسطائيين الموجودين في أتنا حتى لكن اعظم الاساتذه والمعلمين لا يمكن ان يؤخذ بجريره تلميذه ما هو ذنب الاستاذ اذا تلميذه يعني انسان سيء لذلك كثير من الشباب على سبيل المثال سقراط ايضا كان احد تلامذته المتعلقين به استلم حكم واصبح دكتاتور سفاح يعجبك. طيب ما هو ذنب سقراط اذا تلميذه انسان سيء؟ عبثا حاول سقراط ان يدافع عن نفسه ويقول اني لم اشجع احد على ان يعمل عمل منافي للعداله، هو حتى تجرع السم كان بامكانه ان يهرب من السجن. سقراط لم يهرب من السجن من اجل ان يعني يقول يجب ان تحترم القانون، فلذلك كان يعني لا يقبل انه اي شخص فضلا عن تلامذته انه يضربون القانون عرض الحائط. لذلك في ظل عدم سيطره السفسطائيين على زملائهم او اتباعهم كان عملهم خطير واثر على سمعتهم. كان افلاطون مدرك لكل تلك المشكلات فقال عندما يبدا الشباب في اكتساب المهاره في الجدال يسيئون استخدامه وكانه نوع من الرياضه يستخدمونه باستمرار ليس من اجل المعرفه بل من اجل فقط الجدل، الجدل من اجل الجدل. عندما يتغلب عليهم الاخرون سرعان ما يفقدون الثقه فيما كانوا يؤمنون به وتكون النتيجه ما هي؟ تكون النتيجه تشويه سمعه الفلسفه. ومن اجل انقاذ سمعه الفلسفه بشكل عام وسقراط بشكل خاص اذا كان على افلاطون ان يفصل بين سقراط وبين السفسطائيين. أن يعني يفصل بين الفيلسوف العظيم سقراط وبين الحركة السفسطائية وهو بالفعل ما قام به بتعظيم الفرق بينهم فرفع سقراط إلى السماوات العلى وأنزل السفسطائيين إلى أسفل سافلين نعم كان سقراط رجل حكيم وفاضل بينما كان كثير من السفسطائيين قوم فاسدين فاسقين أخلاقهم فاسدة من أو على الأقل يسيئون الضرر ويجذبون الأذى أينما حلوا كان سقراط يسعى دائما وراء الحقيقة هذا كلام صحيح يبحث عن الحقيقة الفكرية على عكس السفسطائيين ليس كلهم الذين اختلف سعيهم عن ذلك بشكل جدا كبير كان افلاطون مع ذلك يقول انه كثير من السفسطائيين وناس محترمين مثل بروتوغارس وجورجياس كانوا ناس صادقين لكن مع ذلك افلاطون يقول حتى هؤلاء ظلوا الطريق في جوانب معينه وانه مذهبهم باكمله مذهبهم السفسطائي بالمجمل مذهب سيء ولذلك نجح افلاطون في عرض نقاط الضعف التي تعتري المذهب السفسطائي لكن مع ذلك للاسف الشديد افلاطون اغلق عينيه عن نقاط القوه لدى السفسطائيين وعن ان كبار السفسطائيين كانوا ايضا يبحثون عن الحقيقه كما كان افلاطون نفسه يبحث عن الحقيقه كل ما في الامر ان السفسطائيين كانوا يبحثون عن الحقيقه في مكان اخر انتهت الحلقه شكرا